برعاية مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حية بالمليون. غبنا عنكم أسبوع بسبب ظرف صحي، عدنا لكم من جديد ومعنا راعي جديد هو مصنع الوطنية لتعليب الأسماك راعي هذه الحلقة. تحياتي عمار جمال في بداية الحلقة، وتحيات كل طاقم البرنامج. نرحب بالذين ينضمون معنا تباعا عبر الشاشة الجميلة تلفزيون حضرموت الرسمي. 20 سؤال كالعادة، خلف كل رقم يعني 20 سؤال وعشرين رقم، خلف كل رقم جائزة نقدية مقدمة من شركة أو مصنع الوطنية لتعليب الأسماك. السؤال العام للحلقة أيها السادة والسيدات المتابعين لنا في كل مكان في الداخل والخارج، من هو أول حكم دولي في لعبة كرة القدم على مستوى اليمن؟ السؤال العام للحلقة، من هو أول حكم دولي في كرة القدم على مستوى اليمن؟ هل هو أحمد الفردي أم صالح جوبان أم أحمد بامهري؟ الخيارات مرة أخرى، هل هو أحمد الفردي أم صالح جوبان أم أحمد بامهري؟ حظا موفقا مقدما لكل الذين يحاولون الاتصال بنا، الأرقام تظهر أمامكم على الشاشة. نستقبل أول المكالمات معنا. ألو، مرحبا أنيسة. ألو أنيسة صبري. أيوة، أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ بخير. أول مرة تشاركينا؟ أيوة أول مرة لي شهر. إن شاء الله تفوزي ويكون حظك سعيد معنا. اختاري رقم من الأرقام يا أنيسة. رقم 16. رقم 16. أيوة، نشوف الرقم 16 إيش يحمل يا أنيسة. سؤالك يقول، تسمعينا؟ أيوة نسمع. ماذا تسمى العملية الجراحية التي تجرى للأم الحامل لاستخراج الجنين؟ ماذا تسمى العملية الجراحية التي تجرى للأم الحامل لاستخراج الجنين؟ هل هي ترقيعية أم استكشافية أم قيصرية؟ أيوة نسمع. واحدة حامل ولازم أنهم يعملوا لها عملية، ما تقدر تولد طبيعي. إيش يعملوا لها؟ قيصرية. قيصرية. آخر كلام، انتبت انتبت على بركة الله يا أنيسة. أنيسة صبري، قيصرية إن شاء الله. قيصرية، انتبت على قيصرية وإن شاء الله يكون الجواب صح يا أنيسة. 20,000 ريال مبروك عليكي، مقدمة من شركة أو مصنع الوطنية لتعليب الأسماك راعي هذه الحلقة. السؤال العام يا أنيسة، من هو أول حكم دولي؟ أحمد الفردي. أحمد الفردي، شكرا لك، وتابعينا لنهاية الحلقة وإن شاء الله يكون حظك سعيد. نوه فقط مشاهدينا الكرام أن هناك 3 جوائز أيضا في الانتظار، 300,000 ريال، 150,000 ريال، و 75,000 ريال بانتظار سعداء الحظ الذين ستجرى على أسمائهم القرعة. اتصال آخر. ألو مرحبا. أيوة يا مرحبا وسهلا، نرجس صالح. أيوة، من فين تكلمين يا نرجس؟ من المكلة. من المكلة، تشاركين الأول مرة؟ لا، ثاني مرة. ثاني مرة، تفضلي واختاري رقم من الأرقام. رقم 5. 5، نشوف الرقم 5. نرجس صالح، 100,000 ريال يا نرجس، مبروك عليك رقم الحظ. شكرا. مبروك عليك 100,000 ريال مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب الأسماك. اليوم بدري بدري على طول راح رقم الحظ. ألف مبروك يا نرجس. شكرا. من المكلة، سؤالك العام عشان نعطيك فرصة أكبر إنك تفوزي معنا بإحدى الجوائز الثلاث، من هو أول حكم دولي يا نرجس؟ محمد الفردي. أحمد الفردي قصدك. تمام، شكرا لك وإن شاء الله يكون حظك سعيد معنا أيضا. إذن رقم الحظ أيها السادة والسيدات راح بدري على طول يعني لنرجس صالح من المكلة. مبروك لنرجس وحظ موفق في أرقام حظوظ أخرى في الحلقات القادمة لكل متصل معنا. لكن في هناك جوائز ما زالت بالانتظار، ما زلنا في البداية. نشوف اتصال. ألو مرحبا. ألو يا مرحبا وسهلا، من معانا؟ معك سلامة عبيد. سلامة، أهلا وسهلا يا سلامة، من فين تتكلمين؟ من الديس الشرقية. ديس الشرقية، تحياتنا لكل المتابعين لنا في الديس الشرقية. اختاري رقم يا سلامة. 4. رقم 4، نشوف السؤال إيش يقول. من هو مؤذن النبي عليه السلام؟ من هو مؤذن النبي عليه السلام؟ هل هو بلال بن رباح أم سعد بن أبي وقاص أم عمرو بن العاص؟ بلال بن رباح.
بلال بن رباح، نثبت على بلال بن رباح. أيوة الجواب صح، 20,000 ريال، مبروك عليك يا سلامة، مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب الأسماك، راعي هذه الحلقة من حي بالمليون. السؤال العام يقول: من هو أول حكم؟ أحمد الفردي. أحمد الفردي، شكرا لك وتابعين لنهاية الحلقة. مشاهدين الكرام، كل الذين حابين يتواصلوا معنا، الأرقام تظهر أمامكم على الشاشة، 3 جوائز في الانتظار، 300,000، 150,000 و75,000 مقدمة، كل هذه الجوائز مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب الأسماك. السؤال العام اللي حتجرى عليها القرعة: من هو أول حكم دولي في لعبة كرة القدم على مستوى اليمن؟ الخيارات: أحمد الفردي، صالح جوبان، أحمد بمهري مع حفظ الألقاب. ونأخذ مكالمة. ألو. ألو ذكرى. أيوة أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ الحمد لله. تتكلمي من فين يا ذكرى؟ من المكلة. من المكلة، يا مرحبا فيك وسهلا. يا ذكرى اختاري رقم من الأرقام. 5. تمت الإجابة عليه؟ 5. يا ذكرى. أيوة تمت الإجابة على 5. كيف؟ تمت الإجابة على 5. 7. نشوف الرقم 7، شحمل لك من سؤال. الممثلان السعوديان، سؤال بسيط حتعرفيه على طول، الممثلان السعوديان ناصر القصبي وعبد الله السدحان نجما مسلسل طاش مطاش باب الحارة الحفرة. عفوا كل إجابات الخيارات قصدك. طاش ممثلان سعوديان اللي هو ناصر القصبي عبد الله السدحان، هم نجوم مسلسل إيش اللي كان معروف؟ هل هو طاش مطاش ولا باب الحارة ولا الحفرة؟ طاش مطاش. طاش مطاش، نتبت على طول. الجواب صح يا ذكرى، 20,000 ريال مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب الأسماك، راعي الحلقة. أيوة. السؤال العام. السؤال يقول: من هو أول حكم دولي في كرة القدم على مستوى اليمن؟ هل هو أحمد الفردي أم صالح جوبان أم أحمد بمهري؟ الفردي أو من؟ الفردي أم جوبان أم بمهري؟ الفردي إن شاء الله. الفردي إن شاء الله، وإن شاء الله تكون الجواب صح. الفردي إن شاء الله. شكرا لك وتابعيني لنهاية الحلقة. إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. إذن مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة على شاشة تلفزيون حضرموت الرسمي. نرحب أيضا بالذين انضموا معنا الآن وفتحوا الشاشة وتابعونا ويحاولوا يتواصلوا معنا للفوز أكثر في الجوائز المقدمة من راعي الحلقة. كل الذين حابين يتواصلوا معنا، الأرقام تظهر أمامكم على الشاشة. نأخذ مكالمة. ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد. أحمد محسن. أحمد محسن. من فين تتكلم؟ أحمد محسن. من فين تتكلم يا أحمد؟ وخليك معي على التليفون. من المكلة. من المكلة، يا هلا وسهلا فيك وتحياتنا لكل المتابعين لنا في المكلة. اختار رقم. 11. نشوف الرقم 11 إيش يقول. من شارك الممثل عادل إمام في بطولة الفيلم المصري سلام يا صاحبي؟ هل هو عزة أبو عوف أم سعيد صالح أم محمد هنيدي؟ سعيد صالح. متأكد؟ متأكد. نثبت على سعيد صالح، والجواب صح يا أحمد، مبروك عليك، 20,000 ريال مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب الأسماك، راعي الحلقة. السؤال العام يقول يا أحمد: أول حكم دولي. أحمد. يا أحمد. أول حكم دولي على مستوى اليمن في كرة القدم من؟ السؤال العام: هل هو أحمد الفردي، صالح جوبان، أحمد بمهري؟ أحمد الفردي. أحمد الفردي، شكرا لك وتابعنا لنهاية الحلقة، وإن شاء الله يكون حظك سعيد معنا. أرقام متبقية معنا مشاهدينا الكرام والمتابعين لنا في البرنامج المسابقاتي حي بالمليون، عاد إليكم مجددا، والجوائز بانتظار سعداء الحظ الذين يتواصلون معنا ويحاولون برغم ضغط الخطوط دائما تكون مشغولة، كل الناس حابين يشاركوا، وهذا شرف لنا ونحييهم على المشاركة والمتابعة. نأخذ مكالمة. مروة. أيوة مروة سعد، من فين تتكلمين يا مروة؟ من الشرج. من الشرج، أهلا وسهلا فيك يا مروة. أول مرة تشاركينا صح؟ أيوة أول مرة. أول مرة، وإن شاء الله يكون حظك سعيد يا مروة وتفوزي معنا. إن شاء الله بإذن الله. اختاري رقم يمثل لك رقم حظ. رقم 9. 9، نشوف 9 إيش يقول السؤال. ما عكس كلمة سعيد؟ هل حزين أم فرحان أم مبسوط؟ حزين.
آخر كلام صح؟ آه فرحان عكس حزين. برافو عليك يا تعجبنا الثقة أنا هذه. أكيد انتبهت على حزين. الجواب صح يا مروة سعد، 20,000 ريال من مصنع الوطنية لتعليب الأسماك. شكرا. راعي الحلقة. السؤال العام يا مروة، من أول حكم دولي في كرة القدم على مستوى اليمن؟ أحمد الفردي. أنا عارفة لكن بتبع الناس. ها؟ بتبع الناس. براحتك، أنا مع ما بقدر أساعدك في السؤال العام. أحمد الفردي. أحمد الفردي، شكرا لك وتابعينا لا نهاية الحلقة. إن شاء الله شكرا. مشاهدين الكرام، نحن في عندما نلتقي دائما على الهواء مباشرة ونستقبل المكالمات ونشعر بسعادة الناس حينما يكون معنا مباشرة على الهواء، هذا يشعرنا بالارتياح بالسعادة بالمتعة فيما نقدم، وهذه هي رسالة الإعلام. نأخذ مكالمة. فاطمة خالد. أيوة. كيف حالك يا فاطمة؟ الحمد لله بخير. من فين تتكلمين يا فاطمة؟ مكلا المحضار. مكلا المحضار. فاطمة باقي معانا أرقام كثير، اختاري رقم منها. ثلاثة. أيوة. نشوف الرقم ثلاثة إيش يقول سؤاله. أين يوجد متحف اللوفر؟ هل يوجد في تركيا أم في فرنسا أم في ألمانيا؟ اللوفر. أين يوجد متحف اللوفر؟ هل في تركيا ولا فرنسا ولا ألمانيا؟ ساعدني شوية. ركزي، أنا ساعدتك على فكرة. متحف اللوفر فين؟ في تركيا أم فرنسا أم ألمانيا؟ عاصمتها باريس. فرنسا. فرنسا إن شاء الله. ثبت على فرنسا؟ ثبت على فرنسا. الجواب صح يا فاطمة، مصنع الوطنية قدم لك 20,000 ريال، وكمان حتدخل القرعة بإجابتك على السؤال العام. أول حكم دولي. قاعد السؤال. أول حكم دولي. أيوه. على مستوى اليمن في كرة القدم مين؟ هل هو أحمد الفردي أم صالح جوبان أم أحمد بمهري مع حفظ الألقاب؟ أحمد الفردي إن شاء الله. أحمد الفردي، شكرا لك وتابعينا لنهاية الحلقة. شكرا. مشاهدينا الكرام، سعداء جدا في طلتنا مجددا في حياة بالمليون. أيضا كل الشكر موصول لطاقم البرنامج الرائع وقيادة تلفزيون حضرموت على الاهتمام بالبرنامج، وأيضا السعادة الغامرة بمشاركة كل المتابعين، كل الذين يتفاعلون معنا سواء على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة أو بتعليقاتهم ومشاركتهم معنا لايف على الخط الهاتفي. إذن مشاهدين الكرام، ما زلنا معكم في هذه الأجواء اللي كلها حماس، كلها سعادة، كلها جوائز وأيضا سعادة غامرة. فاصل قصير ومن ثم نعود معكم في حي بالمليون. هذه الحلقة برعاية مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك. عدنا لكم مشاهدينا الكرام في البرنامج المسابقاتي حي بالمليون على الهواء مباشرة على شاشة تلفزيون حضرموت. بالمناسبة حابب أهني كل المتابعين وكل الوطن بمناسبة العام الجديد 2022. ذهب عام بكل سلبياته بكل إيجابياته، علينا تجديد الأمل والإصرار والعزيمة أن يكون العام هذا الجديد عام كله إنجازات، كله نجاحات، كله تفاؤل يا رب، ورخاء وازدهار واستقرار على كافة الصعد المختلفة. سبع أرقام خلصت، باقي معنا الكثير من الأرقام حتى تخلصوا معنا 20 رقم. جوائز في الانتظار 20,000 أولا، هذه خلف كل رقم. 3 جوائز نقدية، 300,000، 150,000 و75,000، ستجرى عليها القرعة نهاية الحلقة. كل هذه الجوائز مقدمة من راعي الحلقة مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك.
كل الذين حابين يتواصلوا معنا الأرقام أمامكم على الشاشة. نرحب بالذين دائما معنا متابعين أو مشاركين أو حتى تعتريهم السعادة الغامرة وهم مستمتعين بالمتابعة والمشاهدة. معنا اتصال. يا مرحبا. أيوة أيوة. ليال كيف حالك؟ الحمد لله طيبين. من فين يا ليال؟ الحمد لله. من فين تكلمين؟ من المكلة. من المكلة. يا مرحبا وسهلا فيك، أول مرة تشاركين يا ليال؟ أيوة. طيب يا ليال في معاك أرقام، إيش الرقم اللي بالنسبة لك هو رقم حظ؟ رقم 20. 20، نشوف الرقم 20. سؤالك يقول: عضو في جسم الإنسان يضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، إيش هذا العضو؟ هل هو الرئتين أم القلب أم الكبد؟ القلب. الإيه؟ القلب. متأكدة؟ أيوة. مثبت على القلب. الجواب صح يا ليال، 20,000 ريال مقدمة من مصنع الوطنية لتغليف وتعليب الأسماك راعي الحلقة. السؤال العام يقول: أول حكم دولي على مستوى اليمن في كرة القدم، أحمد الفردي أم صالح جبان أم أحمد بمهري؟ ليال. أيوة. أول حكم دولي أحمد الفردي. أحمد الفردي، شكرا لك وتابعينا لنهاية الحلقة. نتمنى الحظ السعيد دائما لكل الذين يتواصلون معنا، ونبارك لهم طبعا الفوز بالإجابة على السؤال الأول اللي جائزته 20,000 ريال، ونتمنى لهم أيضا حظا سعيدا في أنهم يكونوا معنا رابحين أيضا في القرعة على 3 الجوائز النقدية. نأخذ مكالمة. ألو مرحبا. طيب عوض. ألو سلام. أيوة نعم. كيف حالك يا طيب؟ بخير الحمد لله. أخبارك تمام؟ الحمد لله. من سيئون تتكلم؟ نعم. أهلا وسهلا، إيش الحاجة الحلوة اللي في سيئون يا طيب؟ والله موقع في وسط المدينة. طيب إيش الأكلة اللي تشتهر كمان في سيئون ناس تحبها بكثرة هكذا؟ وجبة الكشري على قول مالك. الكشري. حتى المخرج يقول لي الكشري يعني. شوف يا طيب، حياك. سيئون جميلة صح؟ نعم. بتحبها أنت، ما تحب تغيب عنها كثير؟ كثير، ما نفارقها. ما تفارقها. طيب لو كان هناك كلمة لسيئون إيش تقول لها؟ لو كانك أنت تتغزل بينك وبين نفسك وكنت مسافر برا، أكيد في هناك أشخاص كثير مسافرين هم من سيئون بس مغتربين، أكيد. إيش تقول بهذه المناسبة؟ يعني عبر عن حبك في كلمتين عن سيئون. والله سيئون أغلى ما نملك اللي قال لك يا وطن. الرسالة وصلت وكلامك أكيد نابع من القلب وحبك واضح من صوتك. اختار رقم. اختار رقم 15. 15. نشوف سؤال الرقم. مسلسل مصري بطولة الفنان محمود عبد العزيز، مسلسل مصري بطولة الفنان محمود عبد العزيز، هل هو الإرهاب والكباب أم رأفة الهجان أم واحد من الناس؟ وهذا المسلسل هو مسلسل سياسي بدرجة رئيسية. طيب مسلسل مصري بطولة الفنان محمود عبد العزيز، هل الإرهاب والكباب أم رأفة الهجان أم واحد من الناس؟ مسلسل سياسي وكان مرشح له قبل محمود عبد العزيز عادل إمام لكنه رفض ورسل موضوع على محمود عبد العزيز. مساعدة ساعدنا. ركز، ما شفت شي مسلسل قديم هكذا بطولة محمود عبد العزيز يتكلمون في سياسة جاسوسية وهكذا. الهاب والكباب أم رأفة الهجان أم واحد من الناس؟ رأفة الهجان. رأفة الهجان. رأفة الهجان. خلاص تبت على طول، خلاص نقول لك تبت. تبت. 20,000 ريال يا طيب عوض من سيئون، مبروك عليك. 20,000 ريال مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك راعي الحلقة. السؤال العام: من هو أول حكم دولي في كرة القدم على مستوى اليمن؟ طيب من الخيارات؟ أحمد الفردي أم صالح جوبان أم أحمد بمهري؟ أحمد الفردي. أحمد الفردي، شكرا لك، تابعنا لنهاية الحلقة وإن شاء الله يكون حظك سعيد وتفوز معنا كمان وتزيد في 20,000 ريال. شكرا لك. إذن مشاهدين الكرام، الأرقام تظهر أمامكم على الشاشة، كل من حابب أنه يتواصل معنا. نحن مقدرين طبعا أنه في هناك ناس تشتكي أنه ضغط الخطوط وهكذا، لكن كل الناس حابة تشارك فأكيد يكون في تداخل في الخطوط.
لكن إن شاء الله الحظ يمسك معاك إذا ما هو في هذه الحلقة. الحلقات القادمة إحنا مستمرين معاكم بعون الله. معنا اتصال. إبراهيم. أيوة. كيف حالك إبراهيم؟ تمام الحمد لله. تتكلم من وين؟ تتكلم من المكلة بأي عمان. تعشيت ولا عادك؟ لسه عاد بدري. عاد بدري. طيب إبراهيم اختار رقم للأرقام. اختار رقم 10. 10. نشوف سؤال 10 سيقول: ماذا يطلق على بلاد المغرب وأسبانيا سابقا؟ ماذا يطلق على بلاد المغرب وأسبانيا سابقا؟ هل يطلق عليها بلاد العرب أم يطلق عليها بلاد الخير أم يطلق عليها بلاد الأندلس؟ ماذا يطلق على بلاد المغرب وأسبانيا سابقا؟ بلاد العرب، بلاد الخير أم بلاد الأندلس؟ دائما نسمعها في المسلسلات التاريخية. بلاد الأندلس. ها؟ بلاد الأندلس. بلاد الأندلس. انتبت آخر كلام. آخر كلام. انتبت على بلاد الأندلس. الجواب صح يا إبراهيم. رياض 20,000 ريال مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك، راعي حلقة هذا اليوم من حي بالمليون. السؤال العام: من هو أول حكم دولي على مستوى اليمن في كرة القدم؟ أحمد الفردي. أحمد الفردي. أيوة. شكرا لك وتابعنا لنهاية الحلقة، وإن شاء الله يا رب يكون حظك سعيد معنا. يعطيك ألف عافية. مشاهدين الكرام، باقي معنا 9 أرقام، خلف كل رقم منهم 20,000 ريال. وإضافة فوق 20,000 ريال، إحنا أعطيك فرصة أكبر إنك تدخل معنا على القرعة على 300,000، 150,000 أو 75,000 ريال. كل هذه الجوائز مقدمة من راعي الحلقة مصنع الوطنية لتعليب الأسماك. عبد الرحمن كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أمورك طيبة؟ تمام الحمد لله. تابعتنا احنا من قبل وشاركت معنا صح؟ ولا أول مرة؟ ها؟ ما شاركت أبدا. أول مرة هذه؟ أول مرة. إذا نحن بنحييك ونرحب فيك في كأول مرة تشارك معنا. الله يحييك. عبد الرحمن. هلا. اختار رقم. رقم 12. 12. نشوف الرقم 12 ايش يحمل لك من سؤال. في أي مدينة سعودية يوجد مسجد قباء؟ في أي مدينة سعودية يوجد مسجد قباء؟ هل في المدينة المنورة أم في أبها أم في تبوك؟ المدينة المنورة. متأكد؟ إن شاء الله. آخر كلام؟ إن شاء الله. ها؟ ريعس كلام، يوم نقول لك آخر كلام تو ترجع في كلامك ها؟ أنت قلتين؟ المدينة المنورة. لا تخلي حد دائما يشوشر على معلوماتك، إذا أنت متأكد من الإجابة قول على طول. تبت يا عمار. يلا تبت. يلا المدينة المنورة. تبت على الجواب صح يا عبد الرحمن بدر. مبروك عليك 20,000 ريال مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك راعي الحلقة. السؤال العام: حكم دولي على مستوى اليمن في كرة القدم. أحمد الفردي. أحمد الفردي. شكرا لك، تابعنا لنهاية الحلقة، إن شاء الله يكون حدك سعيد معنا. إذن ما زلنا نستقبل المكالمات وما زلنا أيضا معكم في هذه الأجواء المسابقتية. نسعد حينما نترك أثرا إيجابيا في نفوس كل متصل معنا يحصل على جائزة نقدية مقدمة من راعي الحلقة. وأتمنى أنه كل الناس يشاركوا معنا، كل الناس يفوزوا معنا، كل الناس نقدر أننا نسعدهم. معنا اتصال. عوض عبد الله. عوض عبد الله من فين تتكلم؟ حي الشيب. يا هلا وسهلا ومرحبا. حياك الله. عوض من فين تتكلم؟ حي الشيب خالد. ها؟ أه؟ مكلا حي الشيب. مكلا حي الشهيد خالد. تحياتنا لكل المتابعين. ها؟ أه؟ ايوه. عوض علي صوتك شوية عشان اقدر اسمعك. مكلا. حياك الله. يا عوض. معك. اسمعنا من التليفون. نسمعك. قصر صوت التلفزيون. عوض. عوض عبد الله. ايوه. سمعنا الان بوضوح. تفضل. يلا. أيوة. اختار رقم. اسمعك من التليفون. ها؟ أه؟ تفضل. اختار رقم. اسمعنا من التليفون، لا تركز على التلفزيون، وطي صوت التلفزيون. 8. ها؟ أه؟ رقم 8. رقم 8. نشوف سؤالك يقول. عوض عبد الله. ايوه معك. خليك معي على التليفون. معك. عند السماعة على طول. حياك الله. في اي محافظة يمنية توجد قمة جبل النبي شعيب؟ هل في صنعاء أم في تعز أم في المحويت؟
أي محافظة يمنية توجد قمة جبل النبي شعيب؟ هل في صنعاء أم تعز أم المحويت؟ في صنعاء. تأكد. هاي إن شاء الله. آخر كلام. إن شاء الله. انتبت على صنعاء. الجواب صح يا عوض عبد الله، 20,000 ريال مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك، راعي الحلقة. السؤال العام، أول حكم دولي في لعبة كرة القدم على مستوى اليمن من؟ أحمد الفردي. أحمد الفردي، نشوف الإجابة الصحيحة نهاية الحلقة بعون الله، وتابعنا للنهاية. شكرا، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، وما زالت معنا الأرقام موجودة، ربما ثمانية أرقام ما زالت موجودة. خلف كل رقم من هؤلاء الأرقام 20,000 ريال، وهناك 3 جوائز نقدية ستجرى عليها القرعة نهاية الحلقة. فاطمة. أيوة. كيف حالك؟ خير الحمد لله. أمورك طيبة. كم عمرك يا فاطمة؟ 13 سنة. إن شاء الله العمر كله يا فاطمة. يا فاطمة. أيوة. اختاري رقم. رقم كم؟ 13. وشو هالرقم؟ نوال الأرقام 6. رقم كم؟ 6. قولي 6. يلا ما شاء الله 2-1. صوت واضح. أيوة 6، خلاص افتهم لي. السؤال يقول، من هي مرضعة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ هل هي حليمة السعدية أم خديجة بنت خويلد أم فاطمة الزهراء؟ مرضعة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حليمة السعدية. متأكدة؟ أيوة. انتبت. انتبت. الجواب صح يا فاطمة خالد، 20,000 ريال مبروك عليك، مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب الأسماك، راعي الحلقة. السؤال العام يا فاطمة، أول حكم دولي. ها؟ كيف الاختيارات؟ أحمد الفردي، صالح جوبان، أحمد بمهري. أحمد الأول الرفاعي. طيب. أحمد الرفاعي. طيب بنمشيها، أحمد الفردي هو بالفعل أحمد الأول، يعني أول حكم. عندك. لا طبعا، ننوه فقط انه في كل اتصال يكون مشارك واحد، علشان يكون في بقيه ناخذ مكالمات من كذا طرف وكذا مشارك ومشاركه. نعتذر منك، مشاركه واحده من كل بيت، علشان يتسنى لنا استقبال اكبر عدد من المشاركين والمتابعين. ناخذ مكالمه. ثروه علي. ايوه. كيف حالك يا ثروه؟ طيب. ثروة. ثروة. ثروة علي. أيوة. كيفك يا ثروة؟ الحمد لله بخير. أمورك طيبة؟ أول مرة تشاركينا طبعا. أيوة. أول مرة الاسم يطلع. ثروة علي من المكلة. أيوة. اختاري رقم. 1. 1. ما هي عاصمة سلطنة عمان؟ المنامة، الدوحة، مسقط. كاختيارات. عاصمة سلطنة عمان، هل هي مصدر. المنامة أم الدوحة أم مسقط؟ مسقط. متأكدة صح؟ متأكدة؟ إن شاء الله. قولي تمام. نعم. انتبت على طول. الجواب صح يا ثروة، مبروك عليك 20,000 ريال مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب الأسماك. السؤال العام، أول حكم دولي كرة القدم وعلى مستوى اليمن. أحمد الفردي. أحمد الفردي، شكرا لك، وإن شاء الله يكون حظك سعيد معنا وتفوزي معنا. كل الذين تواصلوا معنا حندخلهم كمان القرعة، علشان يجرى السحب على 3 جوائز نقدية، 300,000 ريال، 150,000 ريال، 75,000 ريال. كل هذه الجوائز مقدمة من الراعي، اللي نبعث له كل الشكر والتقدير والتحايا، مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك. إذا مشاهدين الكرام، ما زلنا معكم وما زلنا في الكنترول، نستقبل المكالمات عشان يكون معنا على الهواء، لكن خلونا شوية نرتاح قليل ونطلع فاصل ونرجع نواصل. هذه الحلقة برعاية مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك.
مجددا اهلا ومرحبا بالجميع في حي بالمليون على الهواء مباشره على الشاشه الجميله تلفزيون حضرموت الرسمي. نجدد الترحاب بكل الذين ينضمون معنا كل لحظه يضبطوا شاشه القناه على البرنامج لمتابعتنا. التواصل الارقام تظهر امامكم على الشاشه. باقي معنا 6 ارقام خلف كل رقم 20,000 ريال مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك راعي الحلقة، وجوائز هناك بالانتظار نهاية كل حلقة. معنا اتصال. يا مرحبا وسهلا. ألو. أيوة سالم. أيوة أيوة سالم. سالم علي من فين تتكلم؟ من بروم. من بروم، أهلا وسهلا بأهل بروم كلهم. يا سالم. نعم. أول مرة تشارك معنا. ايوه اول مره، وان شاء الله تفوز معانا. ودايما تشاركنا. اختار رقم يا سالم. رقم 2. رقم 2، نشوف الرقم 2 ايش احمل لك من سؤال. السؤال يقول يا سالم، من مؤلف كتاب لا تحزن؟ من مؤلف كتاب لا تحزن؟ هل هو ابن باز ام عائض القرني ام ابن العثيمين؟ من مؤلف كتاب لا تحزن؟ هل هو ابن باز أم عائض القرني أم ابن عثيمين؟ وأيضا الجواب هو لأحد الخيارات، ودائما تلاقيه في يعني يعمل محاضرات كاسيت، يعمل محاضرات على الشاشة. عائض القرني. ها؟ عائض القرني. عائض القرني. انتبت على طول. انتبت. انتبت. الجواب صح يا سالم، 20,000 ريال راحت لبروم مع سالم علي، مقدمة من مصنع الوطنية للتعليب وتغليف الأسماك راعي الحلقة. السؤال العام علشان نعطيك فرصة أنك تفوز بإحدى الجوائز الثلاث التي هي في الانتظار. من مؤلف أو من أول حكم دولي في كرة القدم على مستوى اليمن؟ أحمد الفردي. أحمد الفردي، شكرا لك وتابعنا لنهاية الحلقة، وإن شاء الله يكون الحظ معك سعيد وتفوز معنا. شكرا لك. جميل أن دائما نستقبل اتصالات تكون من كل شبر من حضرموت، كل شبر من الوطن، في محافظات الوطن، في أيضا المناطق التي دائما تشاركنا، تسعدنا كثيرا. دلالة أن هناك متابعة، هناك حرص من الجمهور على المشاهدة والاستمتاع وأيضا تلقي المعلومة والاستفادة من المعلومات التي تقدم. نأخذ مكالمة. أروى عوض. أروى. أيوة. كيف حالك يا أروى؟ الحمد لله بخير. من فين تكلمين وعلي صوتك؟ من فوة. من فوة، أهلا وسهلا بك، وتحياتنا لكل المتابعين لنا في فوة والمكلة والشرج وبروم وسيئون وكل مكان يتابعونا ويشاركونا. سؤال أو اختاري رقم. 17. نشوف السؤال إيش يقول. بسيط جدا يا أروى، أكمل المثل الشعبي الحضرمي، ما حد يلقي سقاية وأهل بيته نيام جوعة ضمى. أروى. أيوة أيوة معك. جاوبي. مثل شعبي، ما حد يلقي سقاية وأهل بيته نيام ولا جوعة ولا ضمى، ركبيها بتشوفيها بتطلع ريضة. مثل شعبي، أغنية كمان تغنى في الأعراس دائما بكثرة، جوعة نسمعها كثيرة. كيف ما حد يلقي؟ ركزي انت، ما حد يلقي سقاية واهل بيته جوعة، واهل بيته نيام، ولا واهل بيته ضماء؟ سقاية، ما حد يلقي سقاية، يعني ضمع. ركزي ضمع. ركزي. ها ايوه، واهل بيته ضماء. واهل بيته ضماء. انتبت خلاص. ايوه انتبت على ضماء، واهل بيته ضماء. الجواب صح يا اروع. 20,000 ريال مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الاسماك راعي الحلقة. السؤال العام يا أروى، أول حكم دولي في كرة القدم على مستوى اليمن. أروى. أيوة. هل هو أحمد الفردي أم صالح جوبان أم أحمد بمهري؟ أحمد الفردي. أحمد الفردي، شكرا لك يا أروى، وتابعين لنهاية الحلقة. 4 أرقام ما زالت الآن في الانتظار. دائما الأوقات بسرعة تمر هكذا، والأرقام بسرعة تروح علينا وتخلص. 4 أرقام متبقية، خلفها 20,000 ريال لكل رقم. هناك جوائز بالانتظار، بانتظار سعداء أو سعيدات الحظ اللي حيكونوا معانا فائزين في حلقة هذا اليوم
من حي بالمليون. ناخذ مكالمه. السلام عليكم. آسيا جمال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. آسيا. ايوه. من فين تكلمين؟ من فوة. من فوة، اهلا وسهلا. صحصحوا الان الحين اصحاب فوة وكلهم معانا على الخط ان شاء الله. واختاري رقم. 18. كم؟ 18. نشوف سؤالك. يقول: من الكتب السماوية، من الكتب السماوية ايش؟ الزبور، الشامل، المرجع. ها بسيط، واضح فيهم في الخيارات. الزبور. وواضح الزبور ان شاء الله. الزبور. ها آسيا. ايوه الزبور ان شاء الله. الزبور ان شاء الله. نثبت على الزبور ان شاء الله. الجواب صح يا آسيا جمال. 20,000 ريال مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك راعي الحلقة. سؤالك العام يقول: أول حكم دولي في لعبة كرة القدم على مستوى اليمن مين؟ أحمد الفردي. أحمد الفردي. شكرا لك وتابعين لنهاية الحلقة، وإن شاء الله يكون الحظ معاك وتفوزي. ما زلنا معكم، ما زالت الأرقام، ثلاثة أرقام متبقية: 300,000، 150,000 و75,000. بالانتظار، وثلاثة أرقام خلفها كل واحد 20,000 ريال أيضا في الانتظار لمن سيتصل ويكون معنا على الخط، وحنكون في استقبال المكالمات إن شاء الله. كنترول يقول في مكالمة. ألو مرحبا. ولاء عمر. ألو. أهلا، كيفك يا ولاء؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ أنا تمام بسمع صوتك وصوت كل من يتواصل معنا من المتابعين من الشباب وكل الناس. يا ولاء اختاري رقم من الأرقام. أباقي شنو أرقام؟ ها؟ أباقي واحد. ثلاثة أرقام. واحد. 13, 14, 19. 19 إن شاء الله. 19 إن شاء الله. السؤال يكون بسيط وتجاوبي عليه إن شاء الله. لأي نادي يلعب حاليا؟ ها؟ كمل كمل. مالش في الرياضة شكله. ها؟ لا والله. لأي نادي يلعب حاليا النجم البولندي ليفاندوسكي؟ ليفاندوسكي. ليفاندوسكي. هل ليفربول ام تشيلسي ام بايرن ميونخ؟ مش عارف الرياضة. عد السؤال. لأي نادي يلعب حاليا النجم البولندي ليفاندوسكي؟ هل ليفربول ام تشيلسي ام بايرن ميونخ؟ ساعدني. شوفي، أنا كمان ما ماليش يعني في الرياضة كثير، بس يعني بحاول إنك تركزين. طيب. نادي نجم بولندي معروف هكذا، هل ليفربول أم تشيلسي أم بايرن ميونخ؟ أم خيار الأول أم الثاني أم الثالث؟ الثالث إن شاء الله. الثاني. الثالث. الثالث. بايرن ميونخ. نادي بايرن ميونخ. انتبت على طول ان شاء الله. انتبت على طول. الجواب صح يا ولاء عمر. 20,000 ريال مبروك عليك. مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك راعي الحلقة. سؤالك العام بيقول: أول حكم دولي على مستوى اليمن، الفردي أم جبان أم بمهري؟ وكلهم نبعت يعني مع حفظ الألقاب طبعا. أحمد الفردي إن شاء الله. أحمد الفردي. يعطيك ألف عافية ولاء. ومن ولاء نقول لكم أنه في باقي رقمين. رقم الحظ راح علينا سريع اليوم في البداية على طول. حظها ما شاء الله عليه، اللي فازت معانا وفاز معانا مش عارف فتاة ولا شاب، لكن في معانا 13 و14 خلفهم من 20,000 ريال. هذه الجوائز كلها مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك راعي الحلقة. مكالمة. ألو. أحمد أنور. من فين تكلم يا أحمد؟ من الديس. من الديس، أهلا وسهلا فيك. أول مرة تشارك معنا ولا لك فترة؟ مشاركت بس ما حصلنا شيء. بس حصل يعني جاوبت صح؟ لا جاوبنا في حق الساعة الأخير 20 عبرا علينا. صح صح. يلا اليوم لحقت لك رقم. حقنا رقم اليوم. طيب يا أحمد اختار الرقم 14 ولا 13؟ رقم 14. 14. السؤال يقول: جمع ذنب، جمع كلمة ذنب، هل إيش؟ ذنوب ولا ذناب ولا ذنوبات؟ جمع كلمة. جمع كلمة إيش؟ ذنب. 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 هل ذنوب ولا ذنائب ولا ذنوبات؟ واضحة. جمع كلمة ذنب. ذنوب. ذنوب. أيوة. ذنوب. ثبت على طول صح؟
شاء الله ثبت على طول. هل جواب صح يا أحمد أنور؟ 20,000 ريال اليوم ضمنت لك 20,000 ريال. اليوم حصلنا 20 من مصنع الوطنية لتعليب الأسماك راعي الحلقة. السؤال العام رياضي الفردي. الفردي شكرا لك يا باقي رقم حنقول باقي رقم وفي هناك ثلاث جوائز بالانتظار. خلف هذا الرقم في 20,000 ريال. بعدها حيشير للمخرج انه اذا كان نطلع فاصل او نستقبل مكالمات اخرى علشان لو كان في معنا وقت. قلنا انه الرقم 13 هو الان بانتظار من هو المتصل الذي سيشارك معنا والارقام تظهر امامكم على الشاشه. الارقام تظهر امامكم على الشاشه لكل الذين حابين يتواصلوا معنا. وفي معنا اتصال جديد هو الاخير ليس في الحلقه ولكن في الارقام. نشوف من معنا. له السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكرام صلاح. اكرام صلاح اهلا يا اكرام. من فين؟ من المكله. من المكله اهلا وسهلا فيك يا اكرام. فيك اكرام. ايوه باقي رقم على طول السؤال. ايوه 13 رقم. أيوة. 13 يقول لقب الصحابي الجليل جعفر بن ابي طالب ايش لقبه؟ الطيار. ها الطيار على طول. خلاص انت متاكده باين عليك صح؟ شوف ثبت على طول جعفر الطيار. ايوه الجواب صح يا اكرام صلاح. 20,000 ريال مبروك عليك مقدمه من مصنع الوطنيه لتعليب وتغليف الاسماك راعي حلقه حيه بالمليون. السؤال العام احمد الفردي. احمد الفردي شكرا لك وتابعين لنهايه الحلقه. مشاهدينا الكرام سنستقبل ايضا مكالمات علشان احنا في باقي معنا وقت وكمان علشان كل الذين يحاولوا انهم يتواصلوا معنا وما مسك معهم الخط نحاول نحن نعطيهم فرصه انهم يكونوا معنا في القرعه اللي هي على ثلاث الجوائز النقديه. لكن خلونا نطلع فاصل قصير يا مشاهد يا عزيز خلك محلك لا تولي نسمر على ضيك ونورك. هذه الحلقة برعاية مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك. مجددا أهلا بكم معنا في حي بالمليون. كما قلنا لكم نستقبل مكالمات. الأرقام اللي معنا 20 رقم كلها راحت لسعداء الحظ اليوم حلقة هذا اليوم ونبارك لهم طبعا بالعشرين ألف ريال ونتمنى لهم أيضا أنهم يفوزوا معنا بالجوائز النقدية المتبقية اللي هي الثلاث الجوائز 300,000 ريال 150 و75,000 ريال. كل هذه الجوائز مقدمة من راعي الحلقة مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك. نفتح المجال لكل الذين يتواصلوا معنا علشان يجاوبوا على السؤال العام للحلقة اللي هو الحكم الدولي على مستوى اليمن في كرة القدم. معنا اتصال. له مرحبا. طيب فاطمة محمد. فاطمة. أيوة. يا فاطمة. ها. كيف حالك؟ تمام. تمام. ايش الإجابة اللي اخترتيها للسؤال العام؟ أحمد فردي. أحمد فردي شكرا لك وتابعينا لنهاية الحلقة يا فاطمة. إذن كما قلنا أنه هذه الفترة للدقائق المتبقية نحاول أن نحن نكون يعني مع كل الذين تواصلوا معنا ولا زالوا يتواصلون معنا وحالفهم الحظ في الأخير. هذه فرصة لهم للربح معنا والمشاركة في القرعة. ألو مرحبا. هلا هلا عبيد عمر. أيوة. كيف حالك يا عبيد؟ الحمد لله. من فين تكلمنا؟ من دوعن. دوعن. دوعن أهلا وسهلا بأهلنا في دوعن. كيف حالك؟ أمورك تمام؟ الحمد لله. كيف دوعن؟ إيش الحاجة اللي دائما عبيد لو كان بعيد عن دوعن يشتاق لها؟ كل شيء في دوعن زين. دوعن زين أكيد طبعا. أكيد أكيد. بيش تشتهر دوعن؟ العسل. ها؟ العسل الدوعني. العسل الدوعني نعم. طيب يا عبيد. لو خيروك انك تسافر برا وتسيب دوعن بتروح ولا بتضل في دوعن او بتحن لدوعن؟ لا بحن اكيد لدوعن.
أكيد بتحن. جميل الولاء للمنطقة والمكان، وأكيد لك ذكريات في دوعن كثير يا عبيد. يا عبيد جاوبنا على السؤال الأخير، من هو أول حكم دولي على مستوى اليمن في كرة القدم؟ هل هو أحمد الفردي أم صالح جوبان أم أحمد بمهري؟ هذا السؤال العام لأنه خلصت الأرقام. أحمد الفردي ولا من؟ صالح جوبان ولا أحمد بمهري؟ الفردي إن شاء الله. خلاص تابعنا لنهاية الحلقة وإن شاء الله تفوز معنا في القرعة. يعطيك ألف عافية، شكرا لك يا ابن دوعن على المشاركة والاتصال. أيضا جميل في دوعن المكان، التفاصيل الجميلة التي دائما سواء في البنايات سواء في الطرقات سواء في أيضا المكان والمحيط العام لدوعن، من أول ما تدخل إلين تتعمق في مدنها وقواريها. معنا لو صالح. نعم صالح، كيف حالك يا صالح عمر؟ الحمد لله طيب إن شاء الله. فين تكلمنا؟ من الشرج. من الشرج، أهلا وسهلا فيك يا صالح عمر. صالح خلصت الأرقام، لكن نحن نعطيك فرصة أنك تدخل معنا القرعة، ربما تفوز في إحدى الجوائز الثلاث المتبقية التي ستجرى عليها القرعة إن شاء الله. حكم دولي هو الأول على مستوى اليمن في كرة القدم، منو؟ الفردي ولا جوبان ولا بمهري؟ أحمد الفردي. أحمد الفردي، شكرا يا صالح، وتابعنا لنهاية الحلقة وإن شاء الله يكون حظك سعيد، يعطيك ألف عافية. أيضا نستقبل مكالمات ربما. منى، يا منى. أيوة. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. منى سعيد اليوم تأخرتي في أنك تدخلي معنا. ممسك الخط. ممسك الخط. أيوة. لكن في الأخير مسك الخط. أيوة. يعني كله إصرار وعزيمة وشوية كده صبر، وحيمسك مع الكل إن شاء الله اللي يحاول يشارك ويتصل إن شاء الله. منى. أيوة. جاوبي معك الخيارات ولا أقولها؟ لا، أحمد الفردي. أحمد الفردي، شكرا لك يا منى سعيد. وإن شاء الله يكون حدك سعيد معنا، وكل الذين تواصلوا معنا مؤخرا وفي السابق يفوزوا معنا بالثلاث الجوائز القيمة. واللي نركز ونذكر فقط ونشكر راعي الحلقة مصنع الوطنية لتعليب الأسماك. ألو ماريا. أيوة. كيف حالك يا ماريا؟ بخير الأمور تمام. تمام. من فين تتكلمين يا ماريا؟ من الديس. ديس، أهلا وسهلا فيكي يا ماريا سالم. اختاري الإجابة الصحيحة للسؤال العام. أول حكم دولي كرة القدم على مستوى اليمن. أحمد الفردي. أحمد الفردي، تابعينا للنهاية إن شاء الله يكون حدك سعيد وحد شاء كل الله. الذين تواصلوا معنا إن شاء الله. شكرا لك يا ماريا. أو منى معذرة. ألو اتصال يا محمد. محمد معنا اتصال جديد. محمد. محمد. ايوه. كيف حالك يا محمد؟ اخبارك؟ الحمد لله بسمع صوتك بخير. يا هلا حياك الله. من فين تكلم؟ من سيئون. من سيئون، المدينه الجميله. احنا كنا مع واحد في سيئون ايضا من المتصلين. أيوة. وكان يعني يمدح في سيئون، محمد محمود. ايوه. تحب سيئون ولا ما تحب سيئون؟ ايه سيئون الطويله. سيئون الطويله اكيد تحب سيئون. طيب. أيوة. يا محمد. ايوه. ايش المعالم اللي تتميز بها سيئون؟ ابرز المعالم. والله المعالم الاثريه اولا، والنخيل. النخيل هذه سيئون مشهوره بالنخيل. شوف كثير. نعم. ومشهوره بالمعالم الاثريه هذه، قصر سيئون وقصر الغويزي، قصر الفلاس، حصن الفلاس. والحياه يا محمد، والحياه الاجتماعيه ببساطه واجتماع، يعني الناس تتعايش مع بعضها صح؟ متعاطفين بعضهم البعض. اها. في تراحم بينهم وفي طيب يا محمد محمود. نعم. على طول نعطيك السؤال العام عشان نعطيك فرصة أنك تدخل في القرعة. إن شاء الله. حكم دولي هو الأول في كرة القدم على مستوى اليمن، من هو؟ أحمد الفردي. أحمد الفردي، شكرا لك يا محمد، وإن شاء الله يكون حظك سعيد فوز معنا، يعطيك ألف عافية. نحاول جاهدين مشاهدين الكرام أن من خلال الاتصال والدردشة مع المستمعين نحن نشوف بعض الحاجات الحلوة اللي في محافظتنا حضرموت وأيضا وطننا الحبيب بكل محافظاته. معنا اتصال. ألو شفاء عيضة. أيوة. كيف حالك؟ الحمد لله. صوتك واطي يا شفاء، عليه.
الحمد لله. أمورك طيبة، كل شيء تمام؟ والله الحمد لله. لقيت العشاء ولا عادي؟ والله تعشينا. تعشيتي ما شاء الله. أيوه. يلا علشان إن شاء الله تعشيتي وتفوزي. إن شاء الله. عشان تفرحين. إن شاء الله يا رب. جاوبي على السؤال، الخيار أول حكم دولي؟ أحمد الفردي. أحمد الفردي شفاعي ضا. أيوه. تابعينا لنهاية الحلقة وإن شاء الله يكون حدك سعيد. إن شاء الله. يعطيك ألف عافية يا رب. نسعد بكل الذين تواصلوا معنا ولا زالوا يتواصلون، وكل الذين يستمتعون بالمتابعة والمشاهدة معنا عبر شاشة تلفزيون حضرموت. طبعا كما قلنا أنه هالدقائق المتبقية نحاول نحن نستقبل المكالمات علشان تجرى القرعة ويكون معنا أكبر قدر من المتصلين من كل مكان في حضرموت ومن كل مكان من محافظات الوطن، وكل اللي حابب أيضا يتواصل معنا ويشاركنا حيكون معنا بعون الله، بس يحاول يصبر ويدق الرقم أكثر من مرة وإن شاء الله يضبط مع الخط. معنا اتصال. أسماء علي. أسماء. أيوة. أسماء علي كيف حالك؟ الحمد لله تمام، كيفك أنت؟ جيتي في آخر الحلقة و خلاص يعني ممكن احنا نعطيك الفرصة انك تدخلي معنا القرعة. أسماء علي. أيوة. اختاري الخيار الصحيح من السؤال العام. أحمد الفردي. أحمد الفردي، شكرا لك يا أسماء وإن شاء الله يا رب تكون حظك سعيد وحظ بقية المتصلين اللي معنا. من أسماء حنأخذ ربما مكالمتين يشير المخرج، ومن ثم نكون مع قسمنا الأخير من حي بالمليون. خالد. أيوة. يا خالد كيف حالك؟ الحمد لله بخير. من فين تكلمنا؟ من حي الشهيد. حي الشهيد خالد، وانت أيوة. خالد ومنورنا يا خالد. خالد نوفل. منورك الغالي. يا خالد السؤال العام يقول، أكيد رياضي خالد. الحمد لله. طيب جاوبي على السؤال. أحمد الفردي أم صالح جوبان أم أحمد بمهري؟ ها؟ أحمد الفردي. أحمد الفردي، تابعنا للنهاية وإن شاء الله يكون حظك سعيد معنا. إن شاء الله. مشاهدين الكرام، نحن سعداء دائما بهذه الاتصالات المختلفة بين شرائح المجتمع اللي نحاول جاهدين إسعادهم بكل ما نقدم، سواء على مستوى برنامج حي بالمليون أو على مستوى البرامج التي تقدم المنوعة عبر شاشة القناة المختلفة للعديد من الزملاء في القناة. وهنا نتوجه بالشكر لقيادة التلفزيون الأستاذ مجاهد الحاج على التجديد الدائم وأيضا تسهيل كل شيء علشان نكون بهذه الصورة اللي تشوفونها مميزة. آخر متصلة أو متصل. متصلة آخر متصلة هي نور. أيوة. كيف حالك يا نور؟ الحمد لله. نور سالم. أيوة. من فين؟ من الديس. الديس يا نور. جاوبي على السؤال العام. الفردي. الفردي، شكرا لك وتابعين نهاية الحلقة، وحنجاوب على السؤال العام أيضا عقب إجراء القرعة. حي بالمليون، الأرقام كملت ورقم الحظ أيضا كمل، باقي معنا والأسئلة كملت، باقي معنا الجوائز الثلاث بانتظار سعداء وسعيدات الحظ معنا. فاصل قصير ونكون مع اللحظة التي ينتظرها كل الذين يتواصلوا معنا ليعرفوا حظا آخر، ليفرحوا أيضا معنا، ليسعدوا معنا في حي بالمليون. فاصل وراجعين. هذه الحلقة برعاية مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك. مشاهدين الكرام، القسم الأخير من حي بالمليون، لحظة إجراء القرعة على كل الذين تواصلوا معنا. كل الأسماء اللي شاركتنا صارت في علبة القرعة معنا لإجراء القرعة في الأخير. نتمنى الحظ السعيد مقدما لكل الذين تواصلوا معنا، لكل الذين شاركونا في حي بالمليون. كل هذه الجوائز مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك راعي الحلقة. 75,000 ريال ستجرى أولا عليها القرعة. من يا ترى سعيد ولا سعيدة الحظ؟ ونشوف قبل ما نقول نجري السحب على 75، أقول لكم السؤال العام. أول حكم
دولي في كرة القدم على مستوى اليمن هو الكابتن أحمد الفردي، هو أول حكم دولي في كرة القدم على مستوى اليمن. كل الإجابات كانت صحيحة، ونتمنى أن يكون كلهم معنا فائزين. 75,000 ريال حتروح لمن؟ سعيد ولا سعيدة الحظ؟ هادي نشوف من سعيد ولا سعيدة الحظ. 75,000 ريال راحت لعبد الرحمن بدر بدري باجري من سيئون. عبد الرحمن مبروك عليه، 75,000 ريال الجائزة الثالثة المقدمة من مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك. نشوف 150,000 لمن؟ نحاول أنه كل نغرب لهم علشان نعطي فرصة أكثر لكل الذين شاركونا. هذه الثانية، 150,000 ريال من سعيد ولا سعيدة الحظ؟ أحمد محسن، أحمد الناخبي من المكلة، 150,000 ريال مبروك أحمد محسن، أحمد الناخبي 150,000 ريال من المكلة، ومقدمة 150,000 ريال كبقية الجوائز من راعي الحلقة مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك. الجائزة الأخيرة 300,000 ريال، من يا ترى سعيد الحظ؟ من اللي دعت لأمه وحيفوز ب 300,000 ريال؟ متصلة ولا متصل؟ نشوف متصلة ولا متصل. 300,000 ريال راحت لي ليال أيمن محمد بن زهيدان من المكلة. ليال 300,000 ريال مبروك عليك يا ليال، مقدمة من مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك. ليال حصلت على 300,000 ريال مقدمة من مصنع الوطنية. أكيد هذين اللي الآن ذكرت أسماءهم عاملين فرح أكيد في بيوتهم وسعداء جدا وأسعدناهم. أتمنى الحظ السعيد لكل الذين يتواصلون معنا في الحلقات القادمة، وأكيد اللي ما حالفوا الحظ أن يفوز معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله يفوز. أتمنى أن الكل يفوز معنا اليوم. شكرا لراعي الحلقة مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك على رعايته للبرنامج. شكرا تلفزيون حضرموت كقيادة، شكرا طاقم البرنامج، شكرا كل المصورين، شكرا المخرج، شكرا لكل الطاقم الذي يعمل لترى الصورة جميلة هكذا. بس ننوه فقط أنه إسلام الجوائز يوم الأربعاء من كل أسبوع، هكذا العادة جرت، يوم الأربعاء صباحا لمبنى التلفزيون. للاستفسار 3-1-3-3-3-7 تضغط تحويلة 107 واستفسر براحتك على اللي تبغى. موعد إسلام الجوائز يوم الأربعاء. إذن مشاهدي الكرام، قل للحظة العابرة تمهلي قليلا فأكن اللحظة لا تتمهل ولا تتوقف ولا تنتظر حتى. تحياتي عمار جمال لكم من يحلى واطيب رق المنى، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من حي بالمليون.